وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاءك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ما اشتغلت شغل تاني غير الجبن ده إلى الآن يعني الحمد لله اتزوجت وربيت 12-9 أنفار بقالك كم سنة في الشغل ده؟ بقالي 8 سنين 8 سنين؟ أنت اسمك إيه؟ أحمد أحمد عم منطلب؟ متجوز يا أحمد؟ آه متجوز عندك ولاد؟ عندي 3 صبيان ولا بنات؟ لا 2 بنات وصبي السر بسيط جدا انتوا مش فاهمين حاجة القاعدة الأساسية عندنا تشتغل كتير تغلط كتير تترفد اشتغل نص نص تغلط نص نص تتجازى ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترقى